وفاء لروح الفقيد مؤسس جمعية أبي رقراق وواضع البذرة الأولى لفني المديح والسماح بسلا وعلى الصعيد الوطني والإسلامي أيضا، حيث وصل إلى الدورة ديالو 14. ثم أنه بمبادرة من شيوخ وأقطاب وعمداء المديح والسماح اللي كانوا متواجدين في هذه القاعة لمدة كل دورة 3 أيام تقام فيها المباريات ما بين الجماعة، ما بين مجموعة ومجموعة ومن الإنشاد الفردي. فمثلا 3 أيام، اليوم الأول تقام فيه المباراة ما بين الشمال ثم الشرق، والفائز فيهم كيتأهل المباراة اللي غتكون بين الوسط. شنو الوسط؟ هو الرباط والدار البيضاء وسلا ومجارمة مع الجنوب. الجنوب شكون هي؟ هي مراكش والصحراء المغربية. والفائز فيناتهم كيدوزوا اليوم الثاني. إذا اليوم الثاني كتكون هناك تصفية بالإضافة إلى الإنشاد الفردي والإنشاد الجمعي. بينما اليوم الثالث كتكون المجموعة الوطنية اللي كان فيها بجدوب وغيرهم من الأقطاب والأعلام ديال المديح والسماع، وكانت تخصص جوائز خاصة. وهذه ما كانت لتقوم لولا الإعانة والمساعدة والالتفات القوية ديال المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني الله يرحمه. إذا كانت تقام هذه التظاهرة على كل مدة سنة وفي وقت محدد. وكان الهدف من هذه التظاهرة هو ربط الاتصال وربط التواصل ودفع الجيل والناشئة التحبيب ديالهم، مما جعل الآن كل مدينة على الأقل خصوصا في مدينة سلا كتعرف أكثر من 40 فرقة ديال المديح والسماح. فبدأ هناك تنافس، ثم أنه بالإضافة إلى ذلك ولا هناك أساتذة مختصين منهم دكتور الحراق اللي هو الآن دكتور في الأشياء. فوقع وفي هذه القاعة الآن اللي هو المنسق ديال التظاهرة علي الرباحي كان خد الجائزة الثانية في هذه القاعة، فالأغلبية منهم هنا خذونا. وكان الهدف منه هو التعريف بالجانب المادي الجانب الروحاني، شو بمدح المصطفى كتحيا القلوب.